لحظة يا أخي، أنا مدق لهم للصيانة دقيقتين بيكونوا هون، ما لنا مشكلة. هيدا تاني مرة ما إجا، ما إجا جهاد سوا. ما إجا لا. تا الفنان وما عاد إجا. معلش يا خواجة العفريت تعطل شوية، معلش. هنشوف بس. هنشوف شو فيه الهواء الشيء. مش عارف شو صار له هلا. زيك عندي شغل ما في تأخر. معلش بس خمس دقايق بس يا خواجة، خمس دقايق بس تنشوف. خمس دقايق تنشوف. يلا تنشوف بس الغيار كيف. يلا يلا عيط له للخواجة، عيط يا خواجة. يا خواجة عم المعروف. اللي العفريت تعطل ما بعرف شو صار فيه يا خواجة. شو صار له؟ مش عارف شو صار فيه. هذا كل مرة هيك، هيك تحكي معه. يعطيك العافية. صاحب المحطة. لحظة يا أخي، أنا مدق لهم للصيانة دقيقتين بيكونوا هون، ما لنا مشكلة. هيدا تاني مرة ما إجا جهاد سوا. ما إجا لا. تا الفنان وما عاد إجا. هي تاني مرة بيعملها فيني. يلا بحكي لك معه لحظة. يا حبيبي هذا العفريت رجع تعطل. هي أنا عم بشغل جاي خيي ثاني. شو تعمل فيني؟ شو بدك تدل عليه؟ مليون تسكير. بس هلا بدق لخيو أحب أرطبة. بدق لخيو يجي معلش، جيبوا له مي. شو بدك؟ طبتني مي ما بدي شيء والله عم بشغل. يا خيي فهمنا طول بالك. عندي زبونات بالمطار مش معقول هيك. ايه شري كيفي؟ طلع العرب بتطلع كيفي. ايه عم بحكي مع صديقتي لحظة. ايه حبيبتي. يا حبيبي وينك؟ خليني انا كلفت لك حلف وصديقتك. ايه شو عم تطلع؟ خيي عندك يا زلمة. اليوم عيد. يا خيي ايه شو رايك يا زلمه؟ معقول؟ طيب سكر يا خيي. لحظه صغيره قلت لك مليون تسكير. يا خيي عندي اعصاب انا ما فيي يا خيي. عاد شو بدك تجيبوا له ما بدكم منقوشه؟ ايه بجيب لك منقوشه. شو بدك قل لي؟ جيبوا له مي. معقول؟ خيي نزلني عمر انت على يا خيي. ما قلنا لك تعطل لي. والله عندي شغل. قال لي هلا هلا الساعة 9 خليني احكي. هلا الساعة 9 على 5 بيكونوا هون. شو على 5 بتروح؟ لحظة يا ما بينزل يا خي يا يونس. السيارة ما فيي يا زلمة. عندي عالم طويل المسافة. هلا على 3 منيح إذا إجا أحب أرفع. شو على 3 ليه؟ طريق على الحل. خي أنا غداك علي شو بدك؟ غداك؟ ليش علينا؟ لا عن طريقتك لا عن غداك لا عن شيء منك. نزلني يا خي. لو عشان يا خي عاد يا بني ادم والله حتكفر حديث معي كمان. شو سبب كثير انا على زلمه خي دور موسيقى وعد لك ساعه ساعتين ثلاثه. شو هالموضوع يا عمي؟ خي لحظه صغيره. ايه يا عالم. لا لحظه ما بدي هلا لحظه يا اخي. لا لا ما بتكسر اجرك. في واحد كسر اجره يا معلم. يا حبيبي الله يرضى عليك. هي طريقه ما فيش. هلا 9:05 بيكونوا عندك. انا عم بقول لك شو بتعوز؟ مي شرب اكل علي يا خي. انا بدي انزل السياره. بدي السياره. عندي شغل. عندي عالم واصلين والله من برا. حرام عليكم يا خي. لا انت طب لحظه خذ لك غطه يا حبيبي. ما جاي نام انا. عندي باك. عندي كل شيء. انا ما جاي نام هون. عندي شغل. الله يرضى عليك. عندي عادة بدي عيشها. ما في يبقى هيك. لقيت الطريقة ليك عبقت. لا ما بدك. جيب لك مال. ما بدي مال. شو بدك عندي يا زلمة؟ شو بدك مال؟ قال له شو بدك؟ لا لا يا خي شو بدك؟ لا وحياة رب بتلاقوا حل. خلص ما قلنا لك للخمسة بيكونوا هون. كيف للخمسة؟ معقول انت كيف بتحكي بهالمنطقة؟ يا خي شو الساعة ورا؟ يا حبيبي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. لقوا حل خلص. أنا ما في أعمل لك شيء يا حبيبي، يعني كل شيء بي... أنا بلا كيف بدك تعمل لي شيء؟ شو بدي أعمل لك؟ طلعتوني لهون نزلوني. كيف طلعتوني؟ نزلوني ياه. طب وينو خميس؟ خميس؟ تعال تعال رئيس تعال كاميرامان. يلا يلا هلا رح نزلك أنت والكاميرا سوا. شو رأيك؟ معقولة؟ يا خيي نزلوا نزلوا قريب نزلوا روح له. شو عم ينزلك ها؟ لك ما اهضم لك ما اهضم. حبيب القلب ايه؟ بدي اروح على الكاميرا هون.